اعتصم الطلاب اليمنيون الدارسون في باكستان أمام السفارة بعد أن منعوا من دخولها للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. بعد تدميرهم لليمن يريدون تدمير مستقبله المتمثل في الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج بأسلوب ممنهج ومدروس، دون أن يدركوا أن هذا الجرم لا يمكن أن يبقى طي الكتمان في عصر التقنية. الطلاب اليمنيون في باكستان امتدت إليهم الأيادي الآثمة لشرعية مزعومة لتمنع مستحقاتهم المالية، ما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية. الطلاب من أبسط حقوقهم وهي إيصال أصواتهم عبر الطرق السلمية والمشروعة للجهات المعنية، وأمام هذه الممارسات التعسفية في وجه زملائنا الطلاب، إننا في الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان وجدنا أنه ما من سبيل آخر أمامنا حيالها غير الوقوف صفا واحدا وتبني قضاياهم وإيصال أصواتهم بكل الطرق السلمية المشروعة. لم يقف الأمر عند عدم تسليم المستحقات المالية، بل وصل إلى منعهم من دخول سفارة بلادنا في إسلام أباد في محاولة بائسة لإذلال أبناء اليمن في الخارج كما يفعلون، ليقوم الطلاب اليمنيون بالاعتصام على أبواب السفارة. هذه السفارة وهؤلاء هم الطلاب جاءوا من مسافات بعيدة، ولم نتحرك من هذا المكان إلا بفتح أولا فتح أبواب السفر للطلاب للمطالب بحقوقهم وإيصال أصواتهم، ثانيا حل جميع المشاكل المذكورة في اللوحات والتي تم رفعها في البيان. كل يوم تتواصل معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج لتلف سفارات وملحقيات بلادنا في شتى العواصم الدولية، لتزداد آلام الطلاب اليمنيين من عدم تسليم منحهم المالية المكفولة لهم في القانون والدستور، لينكشف للجميع أن الفار هادي وزمرته لا يمتلكون سوى معاول الهدم للوطن لإلحاق الضرر بأبناء الشعب أينما وجدوا. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم.